سموحة يتقدم على الأهلي بهدف لا شيء في شوط أول متوسط المستوى. تأثر الأداء بصراحة بنسبة كبيرة جدا بسبب سوء حالة أرضية الملعب. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف رأي محللنا الكبار في أحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط اول متوسط المستوى تاثر فيه الاداء بسوء حاله ارضيه الملعب. تاثر فيه الاداء، ولكن عوده طيبه للفريق ان هو يلعب زي ما علاء قال واسامه، وانا كان نفسي ان هو يطعم جزء وجزء يعني من اللعيبه دي، انما هم دلوقتي اتحطوا في موقف بيطلعوا كل اللي عندهم في الظروف ممكن تقابلهم في المرحله اللي جايه دي. شكل عودتهم للملعب كان ضروري جدا فعلا. ماتش شبه رسمي. وقلب. قلب خلاص بقى انك انت لازم تفكر وتركز وترجع تاني كلعيب كوره تاني من الفتره الراحه اللي انت كنت فيها دي، وامر دلوقتي واقع قدامك انك انت متاخر بهدف. الارض مش مظبوطه مثلا، مش مناسبه، الجو مش كويس، انما على الفرقتين مش على فرقه واحده. لازم تفكر ازاي ترجع بالنتيجه، زي ما كنا احنا بنتاخر مع الولاد الصغيرين لما كانوا بيرجعوا النتيجه كان بعمليه الضغط وبعمليه التركيز والادوات بقى والفرديات والحاجات دي، يعني تصويب على الجول، الثقه بقى انك انت لما تاخد كوره ولازم تروح شايطها، لا ده بياخدها وعايز يعملها بالعرض وبيفكر فيها بتاخير متاخر. متشيموني بعيد قوي عن التنفيذ، يعني مش احيانا كتير بيبقى قرار خاطئ بعيد عن التنفيذ شوي. يعني مش هقول لك ما بيجري وكل حاجه وبيباصي النهارده سليم وكل، بس هو بعيد عن التنفيذ ان هي كوره جايه الفينشنج بتاعه مش ياخدها من اول لمسه. ف في عوامل كتير تقدر تديهم ايه العذر ان هو بقالهم كتير ما بيلعبوش، انما الشوط الثاني ان شاء الله لازم يكون ليهم شكل ثاني باذن الله. باذن الله. ربنا. كابتن علاء، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول. انا عجبني الشوط في حاجه، في كميه جري كتير، في مجهود كويس قوي. صحيح. مباراه رسميه مش 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 تعتبر مباراه وديه. المجهود اللي عاملينه محمد مجدي طاهر، محمد طاهر في نص الملعب مع احمد عبد القادر، دول اكتر ثلاثه جري، اكتر ثلاثه اتحركوا، تمريراتهم لحد كبير كويسه. اللي لسه ما دخلش في شكل المباراه حسين بعيد شويه لسه. مكسون عنده مشكله، بيجري كتير بيتحرك كتير، لكن عنده مشكله القرار، امتى العب برجلي الشمال، امتى دي تشتت مره واحده، امتى دي تقف. بس انا عايز اقول لك برده حاجه، هو بيعمل مجهود كبير ولكن تحركاته يغلب عليها العشوائيه شويه. انا بقول لك هو بيجري كتير قوي يا ايمن، حتى تحركاته لو فيها عشوائيه المرتين اللي راح للجول وكرة اتعملت حلوه قوي وتحس ان هي حاجه اتعملت مرتين ورا بعض، فحاجه ممكن تتفق عليها. القرار هو اللي بيتاخر، يا اما تاخير يا اما القرار غلط، عشان كده هي دي المشكله الكبيره. لكن انا عاجبني انك انت بتاخر 1-0، عاجبني يبقى في ضغط على اللعيبه كلها، هيستفادوا كويس قوي. الارض بالسوء الحاله اللي فيها دي هيعمل مجهود زياده، كل ده النهارده انت كسبان حاجات كتير جدا، حتى لو الاداء مش حلو قوي زي ما انت اتكلمت ايمن، لكن في الاخر انا عاجبني التجربه، تجربه جامده استفاد منها كل اللعيبه الموجوده في الملعب. صحيح. كابتن اسامه، رايك في اداء النادي الاهلي الشوط الاول؟ في استحواذ يعني بنسبه يمكن اكتر من 60% للنادي الاهلي، واضح. صحيح. في تحركات كويسه، بالذات شايف مجدي قفشه فايق و يعني متحرك كتير وبيلعب الناس كويس، احمد عبد القادر، وان كنت شايف ان احمد عبد القادر لو اتنقل للجنب الشمال يبقى اخطر، هيبقى اخطر وهيوصلنا للجون، بقى في جيب جون. ايوه. مكسوني ده يبقى يروح فين؟ ومكسوني بقى يخش بقى لجوه، او بقى ممكن بعد شويه يتغير. يعني الحاجه الثانيه، الناحيه الثانيه، هو كنا متوقعين حسين الشحات هو اللي يلعب ظهير ايمن وطاير هو اللي قدام، هو عاكس، طاير هو اللي بيلعب ظهير ايمن، يمكن احساسه ان طاير بيدافع اكتر، لكن حسين شحات لعب في المنطقه دي اللي هي الظهير الايمن في لما كان بيلعب مع المقاصه، وشفناه يعني بيلعب في الطرف ده. فحسين بيخش للعمق وطاير بيطلع لبره، برده في حركه كويسه، ولكن ما فيش زياده في ال 18 مع بيرستاو كويس. هو اللي جات له فرص ويعني تصرف فيها تصرفات مش موافق فيها مكسوني في الدقيقه 29، واحده انفراد 100% مش عارف اتاخر ليه، والاخيره برده المدافع شالها وهو قريب، كان قريب قوي ان يجيبها في اخر دقيقه تقريبا في الشوط. ففي استحواذ وسيطره، لكن اعتقد انه هيفضل بنفس الفرقه
يمكن بعد شويه يبتدي يغير وممكن كمان يلجا ل 4-2-3-1 ان هاني يبقى باك رايت وطاهر يزق قوي لقدام ونلعب بقى ب 4-2-3-1 او 4-3-3 يعني. انه ممكن يغير طريقه اللعب مش من البدايه انا بداية. اعتقد هيفضل بنفس الشكل دلوقتي هو يا اما هيغير في لعيبه يا اما ممكن يلجا لدي ان هاني بيلعب سرد باك ثالث ممكن يروح على الباك رايت عادي وعشان يزود كمان في الناحيه الهجوميه مع طاهر وطاهر يزق لقدام او حسين الشحات وطاهر يخش لجوه شويه صحيح. يبقى في زياده شويه مع بيرسي تاو يعني. كابتن عادل رايك في احداث الشوط الاول وازاي النادي الاهلي يرجع للشوط الثاني؟ اولا نجاح بالنسبه لرجوع اللعيبه دي بعد فتره ان هم يلعبوا فنجاح في كم الجري اللي الكباتن اتكلموا فيه والناحيه الفنيه كم جري كويس ولكن الناحيه الفنيه لازم نقدر نقول ان في تباعد شويه بين الخطوط علشان نرجع كويس لازم تتعادل اللعيبه في الملعب عدله اللعيبه نفسها كعادله يعني ازاي؟ يعني مثلا انا رايي ان محمد هاني لازم يلعب اللي هو الطرف اليمين زي ما بيلعبه كظهير ايمن اللي بيلعبها اللي كان بيلعبها اكرم وهو محمد هاني كان بيلعبها علشان انت بتعد محمد هاني فين؟ لان محمد هاني مش هيلعب كسرد باك في كاس العالم للانديه اكتر حاجه ممكن يلعبها طرف يمين عشان يعرف يدافع كويس عشان يدي اريحيه للثلاثه السرد باكات فلازم رجوع محمد هاني لنفس المكان ده واحمد عبد القادر لازم نديله حريه الحركه في الاطراف بمعنى ايه؟ انت لما بتلعب بالثلاثه 4-3 لازم تعرف انه الاثنين اللي على الطرف دول بيبقوا اطراف اللي هم محمد هاني ووحيد دول بيبقوا وينجات المفروض الدخول للثلاثة الأماميين بيدخلوا جوه الملعب الكرة لما بتبقى ناحية اليمين عند محمد هاني لازم يبقى الطرف الشمال راس حربة تاني والطرف اللي عند اللي هو محمد هاني من ناحية اليمين لازم يبقى على العرضة القريبة علشان كده لازم تغيير شوية في الأماكن أفتكر أن مكسوني يعني عايز أقول لك أنه لو خرج الشوط الثاني او تم تغييره ممكن تعمل توازن جوه الملعب كويس لانه هو الناحيه الهجوميه بتاعته كويسه لكن الناحيه التنظيميه في اللعب هو زي ما انت قلت يا كابتن ايمن جري وبيبقى مش في انضباطيه شويه بعض الشيء ما عندوش انضباطيه فانا بتكلم على ان كمان حسين الشحات لازم يمرن نفسه اكتر من كده على كم الجري حسين الشحات بيلعب بخبراته بيلعب وواقف وبيشتغل وواقف حاجه جميله لكن برضه لازم تدي نفس لانه في لعيبه جامده قوي هتلعبك في كاس العالم الانديه هيمسكوك كويس هتتحرك بصعوبه فلازم تجيب نفسك علشان كده انا عجبني قفشه بيتحرك في نص الملعب مش كتير ولكن بيحاول ان هو بيجيب نفسه بشوف ان هو بيجري كتير فعاوزين اللعيبه الفرصه دي ياخدوها كويسه قوي ان هي تحضير وهم ماشيين كويس والشوط الثاني افتكر انه هنعدل وهنكسب ان شاء الله باذن الله رب العالمين كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني تحقيق الفوز فاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه ارجوكم انتظروا